فيما يخص العمل الإرهابي. نقول العمل الإرهابي لأنه صحيح أنه عمل إرهابي لا علاقة له بجريمة، هذه جريمة شنعاء في حق الوطن أولا، في حق بلادنا، ضرب لسياحتنا، ضرب لبلادنا، لا علاقة له بالمغاربة، لا علاقة له بالمتسامحين، بالناس اللي دائما عبروا عن الكرم ديالهم للسائح، عبروا عن الحب ديالهم للطرف الآخر في القارة الأخرى. كنندوا بهذا العمل الإجرامي اللي هو فقط ضرب السياحة بالبلاد، ضرب جميع المغاربة، لأن المغاربة لا علاقة لهم بأعمال إرهابية وإجرامية كهذه. وكنتمنى أن في المستقبل هذه الجرائم هذه وهذا يكون عندها عقوبات قاسية، لأن هناك جهات خارجية تريد ضرب استقرار واستقرار الوطن واستقرار البلد. جبلي رئيس جمعية المغاربة في المهجر في إسبانيا، في هذا الوقت يعني مشارك مع جمعية أنفا. دونك مين كنا هنايا في هذا الأرض الوطن، يعني استغربنا وجدنا واحد أخبار اللي هي ما كتفرحنا شي وحزناني وكتبكتنا كاملين بينا، هي الجريمة اللي وقعت في الجبل مع ديك جوج ديال لي توريست ديالنا حنايا من برا. كنطلبوا سيدي ربي، وكنطلبوا سيدنا، وكنطلبوا الحكومه، وكنطلبوا جميع الادارات، يعني المحاربه لهاد الناس هادو، محاربه هاد الناس الاميه ديالهم، محاربه هاد الناس باش كامل يبقاو يديروا هادشي هذا، يقلبوا على الحلول، يقلبوا على السيكولوجي باش هاد الناس هادي ما تبقاش تاتاكا هاد الناس هادو. عباد الله، حنا في الزنقه وحنا على المهجر كنشوفوا المواجبات ديال هذيك الناس تما كيفاش كيوليو يعاملونا ما يوقع هادشي هذا. دونك حنايا نطلبوا ربي ونطلبوا مساعدات ونطلبوا جميع الاطارات اللي في المغرب، محاربات. حنا ماشي ارهابيين، حنا مغاربه، حنا مغاربه سلميين، حنا مغاربه عندنا واحد التوجه ديالنا الديني اللي هو سلمي، يعني وكيرحب بجميع الاديان. دونك نديروا بها ونفعلوها وما نطلبوا ربي ما يوليش يتعاود هذا هنايا باش كامل ناديو ارضنا، هذه ارض الوطن حنا كنحبوها وكنطلبوا ربي ما يعاودش هذا الشيء باش نخليو كذلك يعني جميع التضامن مع العائلات والام الاب الام العائلات هذيك الضحيات اللي مشاو فيها، يعني ما نساوش راه مشاو ضحيه حيت هما راه ما دالوا فيها ما جعبوا فيها، وحنا حتى حنا مشينا ضحيه على داك الشيء اللي وقع، علاش؟ حيت حنا اللي كنوليو ناكلوه ان شاء الله ونطلبوا ربي نسيسوا مع الناس ونبردوا هذا الشيء هذا ان شاء الله باش البلاد ما تتاذاش في السياحه ديالها ان شاء الله، ونطلبوا ربي خير ونطلبوا ربي الامن ونطلبوا ربي المغرب يزيد القدام بالامن وبالحصانه سيدي ربي ان شاء الله.